صباح الخير. اليوم بغي نهضر شويه على لي مالادي ديال لابو مع لو ستريس. الوغ لو ستريس سي لو مال دو سيكل، الاعصاب، التقلقه، الفقصه، الضغط النفسي، كل شيء. تو الموند اون سوفر، ولا كل شيء كتهضر معاك يقول لك لو ستريس لو ستريس. اي راه لو ستريس كاين، ولكن اش غنديروا؟ يفو صافوار، خص الواحد يعرف كيفاش يتعامل مع داك لو ستريس، وكيفاش يحاول يتعايش مع دوك لي سيتوياسيون ديفيسيل، لان داك لو ستريس راه عنده بزاف ديال الاعراض على الجلد ديالنا. اي كون جو دي على الجلد، راه اوتوماتيكمون الجلد هو داكشي اللي كيبان لينا بالعين، ولكن ما عرفناش شنو واقع لداخل. دونك بحال داك لي سيمبتوم اللي كيبانو سوغ لا بو، راه غير بحال واحد الصفاره ديال الانذار كتقول لك اتونسيون اتونسيون اتونسيون، عندك راه هاد التقلقه وهاد الاعصاب بدات كتاثر لك على الصحه ديالك، وها هي بداو كيبانوا لك الاعراض في الجلد. دونك علم الله شنو واقع من الداخل. 80% ديال لي مالادي ديال لابو عندهم ان ليان ديريكت مع لو ستريس، باسكو كيتسموا لي مالادي بسيكوسوماتيك، وكاينين اللي عندهم ان ليان انديريكت. ان توكا خصنا نكونوا عارفين بان داك التقلقه وداك لو ستريس وداك الضغط النفسي راه الا ما تسببش في الامراض ديال الجلد غادي يزيدهم. سا سي سور. غير مثلا الحبوب كيكون لوجه صافي ما فيه حتى حاجه، اون فوا كيتعصب الواحد كيتزادوا لي طاش حتى هما. كتكون المراه ولا السيد غاديين كيديروا التريتمون ديالهم، داك لي طاش غاديين مزيانين كيتفتحوا، لا كولور ديالهم غاديه مزيان، اي ان سيغتان مومون كيوقع ان ايفينمون ولا ان انسيدا، اي بي كتقول لك كنفيق مقجوجه بحال قجيتيني وهاد لي طاش كيكحالوا. دونك فوالا سا سي لو ستريس. وعاد لي مالادي كي سون بروفوكي بار لو ستريس، بحال الصدفيه، بحال البرص، بحال الثعلبه، وبزاف. وما انا نقدر نقول لكم بانه حشمت نقول 100% باسكو سي فري كاينين لي مالادي انفيكسيوز، ولكن نقولوا 80% ديال لي مالادي ديال لابو سون بروفوكي بار لو ستريس. ايوا دابا هاد لو ستريس اش نديرو له؟ دونك انا سي با مون ترافاي، مو شي كو ديرماتولوج، ولكن جو بارل زعما سا سي ان افي. اللي كاين داك لو ستريس كتير بزاف، اولا خصنا نتعلمو نهزوها من خفاف، ما بقاوش كنكثروا على راسنا وكنجهدوا على راسنا وكنفقصوا راسنا بوغ دي شوز اللي دونتو اللي كان ما يمكن ليناش نبدلوهم. الواحد ما يمكنلوش يبدل الناس، ما يمكنلوش يبدل المجتمع، ما يمكنلوش يبدل الزنقه، ما يمكنلوش يبدل حتى حاجه، ما يمكنلوش يبدل غير راسو. سيتادير كل واحد يحاول يتعايش مع دوك لي سيتوياسيون ستريسونت، يحاول يهز من خفاف، يحاول يدير الما منين يدوز، الله يسامح سي با غراف نوبه اخرى. فوالا سو سون هاد لي ميكانيزم دو ديفونس باش الواحد غير هو يحمي راسو، سي ميم با باش يكون مزيان ولا يقولوا فلان الله عمرها دار ولا فلانة غزالة كتسامح ولا سي ميم با. سا سي عليكم اون ايتان ايغويست يفو سافوار الواحد يدير منين يدوز، ما منين يدوز بلوتو دون لا ميزور دو بوسيبل. دونك مي سينو زعما بوغ لي جون لي ما كيقدروش، اللي عندهم الضغط كثير وداكشي، نيزيتي با لي فوار ان بسيكياتر. الطبيب النفساني دي فوا مهم، كيعاوننا بزاف. مون طون كو ديرماتو سوفون كنحتاج لاد دو بسيكياتر، لانه بحال دابا باغ اكزومبل نعطيكم مثال ديال الثعلبه. الوغ الثعلبه هي اللي كيجي الشعر وكيطيح وكيخلي واحد الرقعات بحال الصلاه، واحد الرقعات هنا 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 عند الرجال كتجيهم بزاف في لابارب. دونك هذيك الثعلبه شنو المشكل فيها؟ سكو المناعه كتهاجم الخلايا ديال الشعر وكيبداو كيطيحوا. بون سي لو ميكانيزم لي با تري كونيو، مي اون سي كو سي اغرافي بار لو ستريس. سي تادير حنا ان طونك ديرماتو كنبقاو كنداويو حتى كنعياو، كينوض الشعر وكيعاود يطيحوا، في بعض الحالات ما كيبغيش ينوض كاع. دونك الا بقينا غير مع الثعلبه انا المام اي اون ساشار خصنا نديرو رشاشه باش ينوض الشعر، راه واخا نبقاو حتى من هنا ل 10 سنين وحنا كنديرو فيها. الا داك العوامل اللي كيخليو الشعر يطيح كاينين، راه ما غاديش ينوض. دونك يفو با ايزيتي الي فوار ان بسيكياتر ولا ان بسيكولوج ولا ان كوتش ولا بغيف كل واحد وكيفاش كيحس براسو، مي يعاون راسو باش داك الضغط النفسي ما يبقاش. لان نبقى كنضيع فلوسي وكنضيع وقتي وكنضيع مون انرجي وكاين الامل، وكنتسنى هاد المرض ديال الجلد يحيد، وكنتسنى ما عرف شنو، وديك الشيء راه ما عمره ما غيطرح حيت السبب راه كاين في بلاصه اخرى. سو سخي دوماج. اي مالوغوزمون في المجتمع ديالنا صعيب ملي كتقول له بسيكياتر الواحد كيمشي كيقول لا انا ماشي حمق، واللي حمق راه اللي عطى الله عطاه، راه طول ما يرجعلوش عقلو ابان اون فالو ستابيليزي. سي فغي حتى لي بسيكوز بيدوم اي اون اريف ا لي ستابيليزي، ولكن سورتو سورتو لي نيفروز تا جوتيليز. عرفت راسي كنستعمل دي تيرم اللي غيجيكم بيزار، بسيكوز نيفروز شنو هو. المهم بغيت اللي كيحس براسو ماشي هو هذاك يمشي يشوف لو بسيكياتر. اللي عنده الثعلبه، اللي عنده الصدفيه، اللي عنده البرص، اللي عنده بزاف ديال لي مالادي ديال لابو بحال هكا، اللي كيدخلوا في اطار الامراض المزمنه واللي ما كيبراوش واللي عندهم علاقه بالنفسيه ديال الواحد،
il faut pas hésiter. Donc voilà, j'espère, je sais pas où je dose le message comme il se doit. Je sais pas où je en tout cas, je l'espère vraiment. Et pour le mot de la fin, je le dis encore et je le redis. Et soit la vie est courte. La vie est belle ou الدقيقه الثانيه اللي داس ما عمرها ما غادي تعاود دونك ما كاينلاش نبقاو تنضغطوا على راسنا اكثر من الجهد باسكو ديك الشيء غادي يبان علينا غياثر علينا غياثر علينا في صحتنا بصفه عامه وفي الجلد بصفه خاصه والجلد هو اللي كنشوفوه دونك ملي كيبداو يبانوا لنا الاعراض في الجلد غير عرفوا بان الداخل راه ديك الشيء اللي واقع فيه بلو ستريس اكثر من ديك الشيء اللي كتشوفوا بعينيكم.